حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكتر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مستمرين بأوتوفوكس هالأسبوع مع رأس موتوركو وكلاء كيت شانغان بسوق اللبناني. اليوم معنا ضيفين عزيزين مثل العادة، مستر ألف حيدر من الشركة وأيضا مستر توني يعقوب اللي هو بايوميديكال انجينير وأكيد صاحب سيارة شانغان، راح يخبرنا أكثر عن جورج. صاحب خمس سيارات شانغان، خمسة سيارات. هلا بخبرنا على الاكسبيرينس، يعني شغل كتير اليوم ببيت واحد. ما الله عليك توني، وين حضرت السيارات للشغل للشركة؟ رالف، اول شيء بدنا نحكي عن تاريخ شانغان قبل ما نحكي شوي مع توني وعن تجربته مع الخمس سيارات. رح احكي شوي صغيره بس عن التاريخ ليعرفوا العالم انه شانغان هي شركه جدا قديمه من 1862، بتصنع كامل سيارات سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروين من 92 لليوم. يعني افضل ما في التكنولوجيا اليابانيه والاوروبيه والامريكيه محطوطين ب كل سيارات شانغان، من ضمنهم السي اس 15 يلي نحن صرنا بعين مئات منها واحتفلنا مش من زمان بالزبون رقم 1000 على طرقات لبنان اندر راس موتوركو اندر راسامني جروب. وكيل السياره هو راس موتوركو ممبر اوف راسامني جروب، الاسم المعروف بعالم السيارات. بحب طمن الزبونات انه خدمه ما بعد البيع هي اللي عملتنا، نحن عندنا سرعه بتلبيه الزبونات، القطع متوفرين واسعار جدا مقبوله ومدروسه. وبدي اترك الحديث حتى لتوني خليه هو يخبرنا عن الاكسبيرينس. توني، اول شيء شو يعني بايوميديكال انجينير؟ يعني كل شيء مختص مهندس مع المعدات الطبيه وكمان بالتجميل. مزبوط، انا بشتغل بالتجميل. مزبوط. طيب كيف اليوم اخترت شانغان؟ بعرف كمان عندها شغل بالصين، بدك تخبرنا قد ايه معروفه شانغان بالصين؟ كمان شانغان هي نمبر بعتقد 2 بتشاينا من ناحيه السيلز فوليوم. مزبوط. مش مزبوط؟ صحيح مزبوط. انا اول ما بدي اشتري سياره رحت عملت شويه ريسيرش، لقيت انه شانغان سياره، فت على الويب سايت تبعهم، عندهم خمسه ريسيرش سنتر، متبلش من اليابان بتروح على ايطالي، جيرماني، يو كي، ويو اس اي، اهم الدول العالميه. والحلو فيهم انه عاملين ريسيرش سنتر مثلا بيو اس اي على الشاسي، بيو كي على الالكتريسيتي، بجابان على الموتور والفيتاس. سو الجماعه منقيين الاحسن بكل شيء. سو توقعت انه تكون سياره منيحه، نبشت على الانترنت لشوف مين الديستريبيوتر تبعها بلبنان، لقيت راساميكو، طمنت من ناحيه السيرفيس لانه عندهم جود ريفيو بالماركت جدا. ايه هن عندهم البيجست ماركت شير بالماركت. نعم، مشان هيك اليوم ثقه عاليه دغري اخترت السياره. وخمس سيارات بالبيت، لمين السيارات الباقيه؟ يعني كلهم لك ولا لا لي لخيي، لابن عمي، ولا الشباب معنا بشيء. عديتهم كلهم؟ اديتهم بشيء منيح اكيد، مش بشيء. مزبوط مزبوط. عدل على كل حال، هيدا باقل من سنه لانه كمان شاف الافتر سيل سيرفيس تبع السياره قد ايه مهم، والسيرفيس تبعنا. الادفانتج تبعها عند الشباب بسوق قريب ال 250 كيلومتر بالنهار. قبل كانوا يسوقوا غير برانس ما بدنا نسمي، يجوا بشوفهم اخر النهار يفوتوا على المكتب كثير تعبانين. هلا بس تشوفهم جايين بعد 250 كيلو سايقين بالشانغان ما يكونوا تعبانين قبل، سياره كومفورتبل، مصروف بنزين منيح. الحلقة كلها مع توني اكيد، هو لانه يعني اليوم هو اصدق انسان بيقدر يعطيك. لا انا عم بعطيك ريفيو لحدا عم بسوق السياره كلها. اهم ريفيو بالنهايه هيدي. ايه السياره مصروفها منيح، عاليه، بتسيقها مرتاح. انت بتعرف لبنان كله طرقات جوا، السيارات الصغيره الواطي ما بقى تمشي معنا كثير، سلسه على الطاعه على المطبق. ايه كثير ما بتسمع شيء على الجوا. نعم. وبالنسبه لانا اي ام ساتيسفايد اباوت ذا كواليتي. واذا حدا عنده هيك شك، انا برايي روح على شيرانتي كار عندهم شانغان. نعم. يجربها، في كثير منهم. خلينا حتى نحن فيهم يجوا يعملوا تست درايف عندنا. خلينا ننتقل سريعا نحكي عن الداخل معك ونتابع حديثنا انجن وديل السياره. عم ننتقل لداخل رالف سريعا، بدنا ناخذ منك ابرز الاوبشنز. كومفورت واضح بالسياره. مزبوط، مقاعد جلد جورج، بيكي مع ريد ستيتشينج بالكونسول، كمان بالداشبورد بفرش البواب، تريمينج الومنيوم بقلب السياره مع كروم،
مع سيلفر تريمينج كمان بقلبها، فتحت الاي سي حتى عم نشوفهم مع كروم، الشاشة 8 انش مع كاميرا خلفية لورا تاتش سكرين مع نافيجيشن جي بي اس فون ميرورينج بقلبها، الاي سي ديجيتال له شاشته يو اس بي بلوتوث كونكتيفيتي، ماسكة الفيتاس حتى مطعمة بالجلد وبالكروم، الستيرنج ويل كمان كروز كنترول بيجي ستاندرد اكويبمنت بالسيارة، مالتي فانكشن ستيرنج ويل مع تلت فانكشن، السيارة فيها 6 سبيكرز للساوند سيستم مع ايكولايزر كمان وسيراوند سيستم للعالم اللي بتحب الموسيقى. ممتاز، هذه هي ابرز اوبشنز اذا بالسياره الفخمه الحلوه سي اس 15. راح نتابع حديثنا معك رالف ومع توني، نرجع مع الانجن والديل موجودين اليوم على السياره. نرجع على حديثنا عن سي اس 15 مع توني ورالف. توني بدنا نحكي قبل عن الانجن محرك السياره، اليوم انت عندك مشاوير عديده. مزبوط، انا بيتي ببرمانه طلوع بتطلع 100 مرتاحه 90 100، بسوقها تيبترونيك كثير سلسه السياره بتطلعها وما عندي اي مشكله بالنسبه للطرقات بلبنان. نعم اوكي، رح اعطي السبيكس شوي للمشاهدين يعرفوا. المحرك هو 1.5 يورو 5 انجن بلو كور، علبة تروس اوتوماتيكية دول كلاش ترانسميشن بتعطينا بيرفورمانس احسن وبتحسن البيرفورمانس تبع السيارة من 5 سرعات مع 3 درايفنج مود. عم نحكي سسبنشن امريكانية من ماكفيرسون، كل شيء سيفتي بالسيارة هي من بوش، من ايرباكس اي بي اس اي بي دي بريك اسيست، كف الكمبيوتر حتى من بوش. سيارة اخذة 5 ستارز على الكراش تيست. الاي سي تبعها جنرال الكتريك من ناحيه السيفتي والبرفورمانس سياره بتجنن ممتازه، وندعي الجميع يجربوها. من ناحيه السعر اخر شيء بدنا نعرف السعر منك اكيد. سعر السياره عن جد خيالي بالنسبه للاوبشنز تبعها، يعني اتس ذا موست جنرس كار بالسيجمنت تبعها، اصلا هي سيجمنت لحالها ال 15 وما في شيء بينافسها بالسوق. بالاوبشنز الموجودين معها يلي هن ستاندرد اكوبمنت كلهم الجلد وكل شيء فينا انتيريور اكستيريور برفورمانس، حقها 15999 بما يشمل تي في اوت الجيل موديل 2020، كفاله 150,000 او 5 سنوات، رود سايد اسيستنس 24 على 24. بليز هالسياره في منا مئات على الطريق عم بيسوقوها، وقفوهم واسالوهم خلوهم يخبروكم قد ايه هالسياره سالوني كمان منيحه، واتصلوا على ارقام التليفونات اللي على الشاشه لتعملوا تست درايف لانه هو اهم شيء تست درايف عندنا نحن، وهي عن جد اللي بتعطيكم الرايت فيدباك عن السياره. رالف وتوني انا بتشكركم لوجودكم معنا اليوم، بكره سياره جديده مثل العاده مشاهدينا على اوتو فوكس. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.